حكايتنا اليوم. صاحبة الحكاية غادي تشاركنا القصة ديالها باش تخليها عبرة لبنات المقبلات للزواج، لأنهم يقدروا يطيحوا في شي فخ كيف ما طاحت فيه هي. غير هي في القصة ديالها واخا غادي تتأذى واحد شوية، فكانت ذكية ولقنات درس لواحد الغريب اللي غادي يلعب عليها واحد اللعبة اللي كاين بزاف اللي تلعبات به وما عرفش كيفاش ينوض منها. فما تمشيو فين وبقاو معايا باش تسمعوا حكاية الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الجمله الشهيره الدار دارك، مؤنستكم عادت اليكم من جديد دائما وابدا. وما تنساوش انكم هذه القناه تشاركوها مع اصحابكم حبابكم جيرانكم اي واحد كتعرفوه باش يولي يستافد من العبر والقصص اللي كنشاركهم معكم. تونسوا بيا في كوزينه، تونسوا بيا في الطوموبيل، تونسوا بيا وانتم شادين طريق مع عائلاتكم بالليل فين ما بغيتوا. انا هنا باش نونسكم وباش تاخذوا معايا العبر. حتى شي حكايه ما كدار من فراغ. فقبل ما نبداو في الحلقه ما فيها بس، اذا هبطتوا لتحت وضغطوا على سير الاعجاب اللي ما كيكلفكم حتى شي مجهود، والتعليق في اخر الحكايه الا بغيتوا تخليوا لي على خاطركم. فقبل ما ندخلوا في الحكايه، اذا مازال ما اشتركتي في القناه شنو في نظرك كتسنى؟ اجي الحق بالعائله ديالنا وفعل الجرس باش فين ما تحط شي فيديو تكون من الاوائل. وما تنساوش نهاريا نهار اللي كنحط الفيديو على الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. فخير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا لبنى، تنسكن في واحد المدينه اللي هي صغيره، شي تيعرف شي. في 2008 غادي نشد شهاده البكالوريا ديالي في علوم الحياه والارض، غادي ندير العلوم ارضاء للوالد ديالي، حيت الفكره نتاع الناس ديال شحال هذه انه اللي يدير علوم راه تيقرا مزيان. اما انا شخصيا كان عندي المام بالادب. من بعد غادي نمشي لمدينه كبيره فين غادي نكمل المسار الجامعي ديالي، وغادي نلتحق بالسكن الجامعي اللي غادي نعيش فيه 3 سنين وناخذ اجازه في الادب الفرنسي الموسم ديال 2012 2013. غادي ندير تدريب في مدرسه خاصه وغادي نخدم كمعلمه للغه الفرنسيه في السلك الابتدائي. في 2014 في واحد المجموعه الفيسبوكيه اللي كتهتم بالكتب والروايات كنت فيها واحد العنصر اللي كان نشيط، حتى لواحد النهار غادي يجيني واحد الطلب ديال الصداقه في الفيسبوك الخاص ديالي. غادي نقبل داك الطلب، لقيت رساله فيها مساء الخير معك احمد من مصر، انا من هذه المجموعه الفيسبوكيه، اهلا مرحبا. بدينا كنجمعوا مع بعضياتنا، قال لي تبارك الله تنشوف عندك مستوى زوين في اللغه الفرنسيه، وحنا في مصر عندنا اللغه الانجليزيه. قلت ليه بلي انا الانجليزيه ما عنديش معها وما تنفهمهاش بزاف. يبا صافي اجي نبقى نعلمك الانجليزيه وانت علميني الفرنسيه، هكذا غادي تبدا الصداقه ديالنا واللي كانت جد عاديه ومحدوده في التعليم. شي تيعاون شي، وكنجبدوا مواضيع اللي هي ثقافيه وكنهضروا في شويه من كل شيء، كنا اصدقاء لا غير. هو كان كبر مني من عام وكان خريج الهندسه الميدانيه وكان من الصعيده ديال مصر. كان انا ذاك خدام في العاصمه. في 2015 كان بغى يتزوج بواحد البنت اللي هي خدامه معاه، وعائلته رفضوا ليه وقعوا مشاكل مع باه. بدا كيقول ليه باه هاد المدينه ما تجيش ليها، فين تيسكن؟ غادي يقول لي احمد باللي انا كرهت وراني ناوي نمشي للخليج. مزيانه احمد، حتى هذه فكره، واخا نيت تكون مصالحتها مع باك، الخليج هو فرصه بالنسبه ليكم نتوما بحال كيف حنا بالنسبه لنا اوروبا وغيرها فرصه لنا. بصح راه فيها امتيازات، وراه صاحبي قال لي هالسكن والطوموبيل وكل شيء على حساب الشركه ياك. ايوا مزيان، توكل على الله شنو خسرتي. غادي يشوف واحد الكفيل ومشى في 2016 لدوله خليجيه واللي غادي يخدم فيها كمهندس مدني. في 2017 غادي تبدا اختو كتطلق، وفي الاصل هو عنده 4 ديال خواتات وبنات وهو الولد الوحيد ما بيناتهم. هنا فاش كانت اختو كتطلق هو نفسيتو كانت ماشي حتى لهي. نصحته وقلت ليه هز حويجاتك وسير لمصر وقف مع اختك اللي كتطلق، وبما انه باك ما قابلكش عنده جلس مع اختك الكبيره. فعلا مشى لمصر عند اختو الكبيره اللي مزوجه وقف مع اختو الاخرى اللي كتطلق. شويه غادي يجيب باه يعنقو ويسلم عليه ويقول ليه ما كانش عليك تديها فيا، انا راني كنبقى باك، كان خاصك تراضيني قبل ما تمشي للخليج. المهم انا بدا كيشكرني ويقول لي انت هي الصديقه ديالي ودرتي فيا خير، عمرني ما نساهلك. بقينا 2017 اصدقاء، وانا تنعاود ليه على العلاقات الغير جديه اللي دوز، وكنعاود ليه حتى على المشاكل العائليه والمهنيه. المهم حياتي كنعاودها ليه، حاسبة بحال شي صديق مغربي وصف. في 2018 غادي يقول لي اختي فلانه راني عندي ليك واحد الخبر. اشنو هو؟ بشرنا. انا راني راجع لمصر. ايوا مزيان الله يديك على خير. لا راني غادي باش نمشي نشري واحد الدار وغادي ندير واحد الخطوه.
ايوا شنو هي؟ راني قررت نتزوج. الاب ديالي راه شاف واحد بنت صاحبه اللي هي واحد طبيبه بيطريه وغادي نتزوجوا. ايوا خبر الخير هذا، الله يكمل عليك بالخير والله الا فرحت ليك. في 2019 غادي يهبط لمصر شرى الدار، وفي شهر 4 غادي يدير الخطوبه ديالو، وعلاقتنا كانت غاديه عادي. غادي يشارك معايا التصاور والفيديوهات ديال الخطوبه، وغادي يدير في الفيسبوك بلي انه ولا مخطوب. انا درت ليه تعليق عادي. دازت الايام وغادي يرجع لديك الدوله الخليجيه، حتى لواحد النهار غادي نشر شي حويجات في الفيسبوك، شي تصاور، غادي نخلي ليه تعليق وهو يقول لي فلانه راني بغيت نقول لك واحد الكلام ولكن راني حشمان منك. لا لا غير قول هانيه، راه خطبتي فلانه شفت اللايك ديالك والتعليق ديالك وما عجبهاش الحال. قلت لها بلي انك راكي مغربيه وصديقه ديالي، ولكن طلبت مني باش انني نحذفك من عندي نهائيا. بلا ما نتردد وبلا شي سوء نيه جاوبته وقلت لي على الراس والعين عادي من حقها، حيت حتى انا ندير راسي بلاصه. وداكشي اللي كان غادي يمسحني من عنده، وقال لي شوفي انا ما غاديش نبلوكيك وخلي الرقم ديالي عندك احتفظي به. من 2013 حتى 2020، وهنا غادي تسالي المرحله الاولى من القصه ديالي معاه. من 2013 حتى 2020 وانا كاريه في ديك المدينه الدويرة على قدي اللي ساكنه فيها بوحديتي، ومتتاه على حساب جيبي حيت كنت جالسه فيها مده ديال 7 سنين ماشي مده اللي هي قليله. هاد الفتره كلها كنت نخدم مزيان واندمجت في التعليم الخصوصي حتى وليت عندي خبره، ورجعت خدامه في واحد المدرسه حتى ولا عندي واحد الصالير اللي هو مزيان. في 2019 واحد الصديق ديالي مغربي باه غادي يدير لي واحد المدرسه خاصه، وعيط لي باش انني نخدم معاه الموسم ديال 2018-2019. في 2019-2020 جات كورونا وبدينا كنخدموا عن بعد. غادي نرجع لمدينتي عند والديا اللي كنت غير انا وياهم في الدار حيت خوتي كلهم مزوجين. بقيت خدامه عن بعد في الحجر الصحي من شهر 3 حتى لشهر 6، وفي شهر 9 غادي نتفاجئوا باللي انه المدرسه دارت فايت. مو المدرسه مشى للنيابه وقال لهم باللي انه ما غاديش نخدمه حيت هو دار فايت. هو انا داك كان غير خايف من الموسم ديال 2021-2022 اللي تكون فيه كورونا. اعطونا المستحقات ديالنا وتفرقنا بلا ذنوب، وبديت كنقلب على خدمه واحده اخرى. انا ذاك المدارس الخاصه ما بقاوش كيعطيو واحد الصالير اللي هو مزيان، فبديت تنقول كيفاش انا غادي نوض نخدم به وانا غير كاريه وزيد على ترونسبور. يعني بلا ما نفكر مشيت للسونتر دابيل غادي ندوز واحد الامتحان، وخادي يعيطوا عليا قالوا لي بلي انه غادي ترجعي في الوقيته الفلانيه باش تشوفي الشاف ديال البروجي. طلب مني انني نخدم عن بعد وما كانش عندي مشكل، بالعكس مزيانه ليا. فرجعت لدارنا وبقيت كنخدم فرحانه بواحد الصالير اللي هو زوين بزاف وما كنتش كنخسر الفلوس. الاب ديالي الحمد لله هو ميسور ماديا، ما واقفش عليا تيقول لي غير هاد الخدمه راه همزه جابها لك الله استغليها وديري علاش تولي. خدمت عام كامل وقدرت نشري طوموبيل ليا. في 2022 الشركه اللي كنت خدامه معاها عجبهم الحال في الخدمه عن بعد، حيتاش ما كانوش كيعطيونا واحد الصالير اللي هو كامل، كنت خلصوا غير 2600 درهم عاد كنزيدوا عليها لي بريم اللي كان الصالير كيتضرب انا داك في 3 ولا في 4. كنت كناخذ زوج بروجيات كنخدم عليهم بالليل وبالنهار، الامور كانت غاديه مزيان، عجبني الحال والفلوس اللي ما كنتش كنحلم بها وليت كنشدها. مني جات الفاجعه ديال الطفل ريان الله يرحمه اذا كنتم مازال باقين عاقلين، كنت جالسه حتى كيوصلني واحد الميساج في فيسبوك من عند احمد فلان فلاني. او هذا شنو فكروا بيا فهاد الوقيته؟ لقيتو كاتب ليا راني شفت شنو واقع في المغرب وتفكرتك. يتفكرك الخير، اهلا لاباس العائله بخير، كيف دايره فلانه خطيبتك؟ غادي يقول لي صافي انا وياها خلينا بعضياتنا، شنو كديري دابا انت؟ راني بدلت الخدمه وخدمت في الكول سنتر وشريت طوموبيل وبديت كنحقق ذاتي وداك الشيء اللي باغا. غادي يقول لي شوفي انا راني في مصر حيت انا وفلانه فسخنا الخطوبه ديالنا. بقيت عليه ايوا لا نعش الشيطان. بدا كيعاود لي شي حوايج باللي انه هي متسلطه وما كتخليهش يصرف على والديه. المهم قال لي انا في مارس غادي نرجع للخليج وراني تبدلت من ديك البلاصه اللي كنت فيها. فرحت ليه وقلت ليه ايوا مزيان هي هذيك السيد رجع، وبدا كيدوي معايا بحال الاول يوميا. واحد النهار قال لي فلانه انا بغيت نقول لك واحد الحاجه. نعم تزوجي بيا؟ ويلي شنو كتقول؟ لا راني داوي معاك بصح وانا صريح وانت كتعرفيني. واش متاكده احمد؟ اه اعطيني غير من هنا لشهر 12 نهبط لمصر ومن بعد غادي نجي لك للمغرب ونتزوجوا مجموعين. واش انت احمد الاب ديالك ما باغيش تزوج وحده مصريه من غير دوك الصعايده عادي يقبل على وحده مغربيه؟ لا هو اللي كان سبب في الاختيار ديالو الخاطئ ودابا ما غاديش يقول لي شي حاجه، واذا ما بغاوش انا غادي نجي عندك حتى للمغرب ومن تما ديك معايا للدوله الخليجيه. صافي
قبلت وبدا كيعيشني الحياه الوهميه وانا مع ستريس ديال الخدمه وما لقياش حتى الوقت لراسي والجانب العاطفي ديالي وتنخدم غير بالليل وبالنهار فغادي يعمر ليا هو داك الفراغ اللي كان عندي وحكايتي عاد غادي تبدا هنا فبينا كنهضروا اكثر وعلاقتي غادي تطور به وبدا كيحسب غير وقتاش يوصل الشهر ويبدا كيقول لي وقتاش غير نهبط لمصر بدا كيصور لي الدار هنا غادي ندير لك الدريسينغ هنا غادي ندير لك هادي وهادي احنا غادي نمشيو لهاد البلاصه الفلانيه بحال اي زوج تيدويو على شي مشروع نتاع زواج ديالهم قلت ليه شوف راه قريب يسالي لي العقد العمل ديالي مع هاد الشركه عن بعد وغادي نرجع لديك المدينه الكبيره باش انني نخدم في البيرو ايوا علاش غادي تخدمي وهنا فين غادي يبدا القلب هنا غادي تبدا المعاناه قال لي علاش غادي ترجعي لديك البلاصه وانا جاي نتزوج بك في شهر 12 راه رمضان غادي تصوميه معايا وبخا كيصيفط لي في الفيديوهات ديال مصر في رمضان وانا هنا بداو عيني كيتحلوا وانا اصلا كيف قلت لكم كان عندي فراغ اللي هو عاطفي مع القنطه وخصوصا وانني ساكنه في واحد المدينه اللي صغيره وما فيها حتى شي حاجه شريت الطوموبيل باش مره كنمشي انا وامي للمدينه كانت ساراو حيت في مدينتنا ما عندنا حتى شي حاجه فبدا كيلعب ليا على دماغي واحد صاحبتي كتقول لي ويلي يا لبنى واش انت حماقيتي عاد بدات كتضحك لك الدنيا وليتي كتشدي 10000 درهم في الشهر وانت جالسه غير في داركم وما كتصرفي منها والو تمشي تزوجي بمصري فعلا انا كنت جالسه مع والديا ما تخليوني ندير حتى شي حاجه فرغبه مني كنت كنخلص الانترنت والماء والضو واذا مشيت للمدينه كنشري شي تخربيقات نجيبهم ليهم معايا ديك صاحبتي كتقول لي غادي تزوجي بواحد مصري واش عرفتي مصر كيفاش دايره واش غادي تسمحي في كاع داكشي اللي بنيتي وفي طوموبيلتك والسالير ديالك وتزوجي به مصري وصعيدي من الفوق واش هبلتي يا لبنى راه اغلبيه المصريين معروف عليهم باللي انهم غير كيبيعوا الكلام تندور فيها وتنقول لها سكتي يا صاحبتي سكتي واش انتي حمقى واش كتعرفي شي حاجه اويلي احمد راني تنعرفو من زمان وتيبغيني وعمرو ما قال لي هادشي ومين قالو بمعنى انه تيبغيني ديال بصح وباغيني المعقول المهم دازت الايام وجا شهر 11 قال لي لبنى راني عندي لك واحد الخبر راه الشركه حجزت لينا طياره فقبل ما غادي نمشي لمصر غادي نمشيو نديرو العمره وغادي ندعي الله باش انا العمره الجايه نكون انا وياك فيها ونزيدكم راكنا كندويو يوميا والبروجي اللي كنت خدامه فيه بالليل الله يخليكم ما بقيتش كنخدم به تنسالي مع الخمسة ديال العشيه تعيط ليا مع ستة وتنبقاو كنهضروا مكالمه بفيديو حتى العشرة ديال الليل ونقدروا نديروا كاع شي فين كنتفرجوا فيه بزوجنا اختكم فوق الصحاب كان عندي واحد الفراغ عاطفي اللي هو خيالي ولكن هذا الفراغ انا داك ما كنتش داركاه تال دابا وانا كنعاود لكم الحكايه عاد فقت المهم السوبرفايزر ديالي كتقول لي بلي انه والبنا البروجي اللي عطيناه ليك كنتي كطيري فيه مالك دابا رجعتي فحال هكا والمداخل ما بقاوش كيدخلوا ليا بزاف حيت اختكم فوق من السحاب كندور وكنمشي نشوف التصاور نتاع احمد اللي تيصيفط ليا وانا غير تنحلم واحد النهار غادي نقول ليه احمد راه عندنا اجتماع وفي شهر 1 من 2023 غادي نبداو الخدمه في المدينه الكبيره من البيرو قال لي شوفي لبنى عافاك حط الاستقاله ديالك انا راني قلت لك جاي المغرب وغادي نتزوج بك شنو بغيتي ديري بالخدمه شنو عندك ما ديري بها دابا واش انت متاكد اكيد انا متاكد غادي نمشي عند با الله يسمح لي وغادي نقول ليه با راه ما بقاوش باغييني في الخدمه قال لي صافي يا بنتي ماشي مشكل امك نيت راها عيانه خليك معها حتى العام الجاي ودفعي لشي مدرسه خليك في الدومين ديالك حسن علما انا وجاتني فرصه باش انا نخدم في التعليم مع الدوله وغادي منعني عليها هاد احمد بحجه انه راه غادي يجي يتزوج بيا فقلت صافي ياك حققت الحلم ديالي اللي هو الطوموبيل صافي هانيه ماشي مشكل واخا ناخذ واحد السالير اللي هو بسيط في سونتر دابيل عادي المهم غير باش نتحرك قال لي شوفي كملي دابا في خدمتك وفاش يعيطوا لك باش انك تمشي للمدينه الكبيره طلبي الاستقاله ديالك وفعلا داكشي اللي كان نهار واحد في الشهر 2023 الفرقه ديالي صبحات خدامه واختكم لبنى صبحات ناعسه علاش حيت طلبت الاستقاله ديالها والدور الدور تبدا كتشوف غير التصاور ديال الدار وكتحلم وهنا غادي ندير هادي وهنا غادي نبني هادي هو غادي ينزل لمصر وبديت كنسولو فوقاش احمد غادي تقولها لباك وراه كيعرفاني يا لبنى راني عاد جيت دابا مليت واحد شويه ونقولها ليه بقى عليا دابا نقولها ليه دابا نقولها ليه وانا كنت خدامه غير كنتحرك وما كنجلش فشنو غادي ندير دابا انا جالسه غير في الدار مشيت لفاس ودوك الحوايج اللي كانوا عندي كاملهم كنت حاطاهم في دار خالتي في واحد الكراج غادي نوض نبيعهم كلهم بنص الثمن علما انه كان عندي كل شيء واللي غادي نبيعه قلت لي احمد صافي واخيرا راني تهنيت من دوك الحويجات ومشيت بعت حوايجي كلهم باش الا جيتي ما نبقاش ملاهيه مع داكشي ايوا صافي مزيان دابا غير بديت توجدي انا غادي نجي قريب وغادي نجلس شهر في المغرب نديرو كل شيء ونجيبك معايا
ايوا هنا كل مره بدا يصيفط ليا بي دي اف، ها البيت ديال النعاس، ها كيفاش غادي يكون الفراش، فش من لون، وها الدخله كيفاش غادي تكون، وها الصالون كيف غادي يكون، وانا غاديه معاه. انا وعد صاحبتي باش انه نبيع ليها الطوموبيل، وقلت لها شوفي يا فلانه انا دابا غادي نبخى بها حتى النهار نمشي في حالي ونخليها لك، زعما نبيعها لك، حيتاش انا ذاك انا صافي الضبابه تحطات لي على عيني، غادي نمشي ندخل التداول بقوه الجلوس في الدار. وقلت ما كاين ما يدار، غادي ندير العرس الراسي ونكبر بالمغرب بواحد العرس اللي يكون زوين ويكونوا فيه كاع التقاليد، غادي نغامر وغادي نخسر 3 ديال المليون في هذاك التداول. كملتها وسكت وما قلتها لتا شي حد من غير صاحبتي اللي كانت كتقول لي وتاكد لي باللي انا داك خينا راه خيرتي كذب عليك وانتي غاديه تبعها في كذوبه. شويه هو السيد بدا كيتجاهلني تنصون عليه تيقول لي انا في الدار انا خدام خواتاتي معايا كيفاش باغاني ندوي معاك. هو وصل رمضان، رمضان اللي كان قال لي غادي ندوزوه مجموعين واللي كان في المفروض اننا نكونوا دابا راه مزوجين. واحمد يا قلت لي هذا الموسم غادي ندوزو معاك، صبري راه عندنا مشاكل مع بانا. واحد نهار هو تيدوي معايا غادي نسمع اختو قالت يابا واش تعشى، نقصت ونطقت واش با كاين، حيت قلت لي لا ما كاينش، لا لا راه ما كاينش، انا سمعت اختك فلانه كتعيط ليه، لا لا راه غير كيتهيئ لك، وانا راني فعلا سمعت اختو كدوي مع باه. شويه عاوتاني بديت كنسمع الكحه، فاش خاف لنعيق به بدا حتى هو كيكح، علاش كتكذب عليا وبا كاين، اذا ما باغينيش احمد صافي وبقينا شد ليه نقطع عليك، واش انا سمح في خدمتي وبعت حوايجي وخسرت فلوس صحيحه في التداول باش نقدر نربح اكثر وندير عرس بكل بروده وسهوله؟ غادي يقول لي واش انا قلتها لك، انا قلت لك الاسبوع قبل ما نهبط فيه المغرب غادي نقولها لك. وهنا بدا التعامل ديالو كيتبدل، كنصيفط ليه ما كيجاوبنيش، كنصوني عليه ما تيجاوبش، حتى لواحد النهار قال لي اذا عاودتي صونيتي ليا غادي نبلوكيك. بالعكس غادي يبلوكيني في ماسنجر في رمضان اللي قسما بالله ما عرفتوش كيفاش داز، دارنا ما عرفوش مالي، ما كنهضر مع حتى شي حد، ما تنتكلم مع حتى شي حد، وتنبقى غير كنصوني والو. مشى الواتساب حيد منه فيو، حيد منه كلشي، وبدا يقول لي ما تحضينيش انت غير كتراقبيني. من بعد شنو غادي يولي كيقول لي؟ غايقول لي بلي انت مريضه، انت فيك مرض نفساني واللي سميتو الشخصيه الحديه وسيري قلبي عليه، راك كتخافي انني نسامح فيك، داكشي باش كديري معايا بحال هكا. مشيت منيتي كنقلب على الشخصيه الحديه، كيبان ليا بلي انه ما فيها شخصيه حديه ولا حتى شي حاجه لا علاقه معايا بها، غادي يقنعني انني نمشي نشوف طبيب نفساني. واحد النهار بالعكس عليا هزيت الطوموبيل ديالي مشيت للمدينه عند بسيكولوج استشاري، عاودت ليها كلشي من الاول الى الاخر، ودابا راه تيقول لي راه فيك الشخصيه الحديه. قالت لي الطبيبه اسمعي اختي نقول لك واحد الحاجه، انت ما مريضه ما بك حتى شي حاجه، انت واحد الانسانه اللي باغا تعرف راسها من رجليها. ايوا صافي مزيان، منين قلتي لي اخويا انا مريضه بالشخصيه الحديه انا غادي نوريك دابا انفصام الشخصيه كيفاش داير، ودابا اجي نطلع معاك النيفو. فهمت بلي انا هاد السيد باغي يسوسني يوسوسني، ولكن قبل بلاتي نعلمو درس. بقيت كنصون عليه في الواتساب حيتاش الفيسبوك ديالي بلوكاني، ولكن ديما كنت نلقاه في مكالمات دايزين. فاش قبضت ليا المكالمه سولتو معاه من كدوي، لا راه مع فلان، مره مع فلان، مره مع اختو فلانه. كيفاش اخويا كتهضر مع اختك فلانه وساكنين في دار وحده؟ لا راه في الخدمه وكدوي معايا. ايوا تبعي على خير عندي ما يدار. تنجلس نص ساعه ونعاود نصون عليه وتلقاه في مكالمه، تيكذبني ويقول لي لا راه هذا الشيء اللي عندك هو هوس، خاصك تمشي عند شي طبيب نفساني ماشي عند شي مستشار. حالف تيدخل ليا في راسي باللي انا مريضه، وانا عارفه راسي كيف قلت لي الطبيبه باللي انه باغا غير نعرف راسي من رجلي، حيتاش خسرت فلوسي وبعت حوايجي وخسرت خدمتي وحتى من الطوموبيل كنت قريبه نبيعها. واحد النهار بلوكاني من الواتساب صونيت عليه في التليجرام، ولدابا راني مازال ما بديتش ديك الخطه ديالي، حيتاش لدابا مازال باقا كنقتنع اكثر باللي انه كيحاول يوسوسني. غادي نمشي ندير فيسبوك واحد اخر وانا نتصدم، حيتاش لقيت داير فيسبوك ديالو بلي انه مخطوب. مشيت التاريخ لقيت 25 في شهر 4، يعني يلا عاد، وحتى في بدايه شهر 5 وشفت النهار فاش دار بلي انه مخطوب، اللي هو النهار اللي قال لي فيه بلي غادي نبات عند اختي حيتاش راجلها مسافر وغادي نجلسو معاها. باش نزيدو اللي عندي في فيسبوك ما كانش عندي كيفاش ندير، خصني ضروري يكون عندي واحد الصديق مشترك ما بيني وما بينه. غادي ندخل عند شي صاحبو اللي غادي نصيفط ليه حتى هو طلب صداقه وغادي يقبلني، غير كنت باغا ندير وسيله باش انني ندخل عنده، غير هو قبلني داك صاحبو انا غادي نصيفط لهاد احمد باش انه يدخلني عنده، ولكن غادي يحس وكتب ليا ميساج واش انتي لبنى، هو يبلوكيني. قلت ليه مع راسي انا مريضه بالشخصيه الحديه،
اجي نلقنك درس دابا والله ما نكذب عليكم، الا مشيت شريت 100 نمره وعيشت الرعب بمعنى الكلمه. فاش لقيتو داير مخطوب المكلخ كان داير معامن، غادي ندخل لعندها ولقيت هذيك بنت خالته اللي ديما كان كيشبعها قلوبه والتعاليق، ويقول لي لا راه عادي هذه راه غير بنت خالتي. فشفت هاد التفاصيل قلت له والله يا وليدي حتى نوريك المغربيات علاش قادات. فشريت دوك النوامر بقيت كنصيفط من كل نمره، كنشعل فيها الواتساب وكنصيفط ليه. ضربت تماره ولكن حلفت حتى نخرجها منه. كل مره كنبقى كنصوني عليه منها وكيبلوكيني، وكنعيط ليه في الرقم المصري لدرجه وليت ديك الرقم تنكتبو بعيني مسدودين. واحد النهار قال لي شحال بغيتي تعطيني اتساع؟ قلت ليه انا بغيت نوصلك للسبيطار الحماق اللي كنتي كتهمني انني مريضه. وبدا يقول لي ايوا بهذا التصرف ديالك كتبتي ليا فعلا بلي انك راكي مريضه باضطراب الشخصيه الحيديه. لا لا هذا ماشي اضطراب شخصية الحيدية، انا اللي عندي سميتو انفصام الشخصيه، عيشته الرعب، كنت كنصوني عليه حتى 100 مره في النهار، حتى بدا تيقول لي نبوس لك يديك بديك اللغه ديالهم، ما بغيتش نضيع هذا الرقم ديالي حيت هو الوسيله ديال العيش ديالي. ايوا وانا خدمتي اللي خسرت، امي اللي ما بقيتش كنشوفها غير من الماكله للماكله، وخسرت صحتي وفي التفكير في هذا الشيء اللي درتي ليا. شنو ذنبي انا وسط هذا الشيء كله؟ ياك كنا اصدقاء وانت اللي تجرأتي وقلتي تزوجي بيا، واخا كنت رافضه غادي يصدمني ويقول لي راه بعد ما خلاتني ديك فلانه وانا ندخل في اكتئاب وانت اللي عاونتيني انني نخرج منه. ياك اخويا دابا ها هي اللي خلات ما بقاتش هي اللي ما مزياناش، زعما علاقته معايا كانها كانت غير وسيله باش انني ننسيه في الخطيبه ديالته، وكان دايرني طريق. قال لي منين خليت الاخرى دابا غادي نتزوج بنت خالتي. ياك بنت خالتك بحال بنتك وكتعيط لك غير بابا وانت كبر منها ب 14 عام. قال لي من الاخر انا ما بغيتش نخسر الرقم ديالي وما بغيت والو، قولي لي غير شنو بغيتي انت دابا باش تخليني في التقار. قلت لي الفلوس اللي ضيعتيها ليا، انا مستعد نعطيك الثمن اللي بغيتي. نعلت الشيطان ولقيت راسي انني تعلمت درس، ولكن حمقته لدرجه انه كان تيغوت في الزنقه بقوه الصونيات اللي كنت نصوني ليه بلا عدد وفي اي وقت، وفي الفيسبوكات اللي كنت كندير ليه وكيبلوكيني كل مره وكنرجعو، وما عارفش منين تسلطت عليه. ما كنتش كنخليه ينعس لا بالليل ولا بالنهار، تيطفي التليفون ديالو غير انا كنجربو كنلقاه بلي انا وشعلو كنبدا بالمهمه ديالي من جديد. واذا ما جاوبنيش كنهددو غادي نصوني ليك على اختك، واذا ما جاوبتنيش غادي نوض نصوني ليك على خطيبتك. واحد النهار صافي عيط ليه قال لي نبوس ليك ايدك غير قولي ليا شنو بغيتي، انا راني سقت الخبر بلي انك صيفطتي طلب صداقه لاختي وانا عارف هذا الشيء كله باش انك توصلي خطيبتي، انا مزوق فيك ما تخربيش ليا حياتي. حيت انا فايت ليا كنت هضرت مع اختو وقلت ليها شنو بيني وبينه، وقالت لي لا اختي منين جا من الخليج جا على اساس انه في العيد الفطر غادي نديروا الخطوبه مع فلانه، وعمره ما قال بلي انه غادي يتزوج بشي مغربيه. هو ديك الساعه كان تيفرش الدار مع بنت خالته، وكان انا كيصيفط ليا البي دي اف على اساس انه هذا الشيء معايا. صافي في التالي بدا كيطلب وكيرغب وكيزاوك. واحد النهار بديت كنبكي كنبكي حيتاش حسيت بالشمته، عمرني ما ننسى الدموع نتاع داك النهار والقهره اللي حسيت بها. هادشي كان غير بيني وبين راسي، كنبكي وكندعي. تدخلت عليا ماما ورقات فمي كله بيض، بخوت ما بقيت جالسه تنقرا قران تيقوني. داك قلت لكم 12 ساعه وانا حاله القران وتنبكي وكنقرا. حسيت بالشمته، يا ربي راني عمرني ما اذيت شي حد، علاش غادي نعيش هادشي؟ راني مشيت غير بنيتي. جمعت راسي ورجعت كنهضر مع صحابي، كلشي تيسولني فين غبرتي. كنت نحشم نقول لهم السيد اللي كنت نتباهى به راه ما صدقش. واحد الصديق ديالي دويت معاه قال لي علاش بلوكيتيني؟ قلت ليه شنو السبب؟ واش انت هبيله؟ واش شي وحده كتشد 10000 درهم في المغرب بالطوموبيل ديالها غادي تمشي مع واحد مصري؟ راه معروف على اغلبيه ديالهم غير تيبيعوا الكلام. نزيدكم وعلى رقبتي انه دوك الزوج ديال الارقام ديالو ديال الواتساب اللي كنت كنكتبهم في النهار تقريبا اكثر من 100 مره بعد ديك الليله اللي دوزتها في القران، سبحان الله العلي العظيم. وعلى رقبتي الارقام ديالو كلهم تمحوا ليا من الذاكره، كنبغي نتفكر والو ما كتبغيش تجيني. قلت اجي ندوي معاه اخر مره في الواتساب، غادي نصيفط ليه ميساج وقلت له الله يخذ فيك الحق وان شاء الله عمرك ما تفرح بحياتك. طلعت لي بلي انا وصلوا الميساج، حيد داك الفيسبوك وكلشي وجمعت الوقفه، هزيت الطوموبيله ديالي مشيت رجعت للمدينه ومشيت لواحد السونتر دابيل واحد اخر اللي داروا لي امتحان وقبلوني فيه. انا كنت قلت لبا غدا غير عند الطبيب بالعاني، فاش مشيت ورجعت قلت لي راه الخدمه رجعوا عيطوا عليا وغادي نبدا في اللون تاع شهر 6. مشيت رجعت لديك المدينه بيدي فوق من راسي، من بعد ما كان عندي كل شيء كانت عندي واحد البركه، مشيت كريت بها دار في واحد الحي شعبي بحصيره وبونجا وطبله ديال الميكا، وكناكل غير في الزنقه. بها دوز داك الشهر ديال 6 كنت نمشي عند خالتي فين كنت كنصبن حوايجي. قلت غادي نحيد الكرا اللي هو اللي اساسي
ونحيد حتى المازوت. فبديت من جديد وبديت من الزيرو. في شهر 7 بديت كنشري الحويجات اللي خاصني، بلاكار، ناموسيه، كل مره. وشنو انا اليوم اتتداري فين تنسكن وتعلمت. كنت كنقول خليك البنات تعلمي انك تتبعي قلبك، عيشي الحياه شويه في الفقر. حيت كان بالامكانيه ديالي انني نفرش ديك الدار من نهار دخلت ليها ونقادها كيف ما بغيت، ولكن تعمدت انني ندوز راسي من داك التقشف باش نتعلم من الدرس. بونجا وحصيره وطبله ديال الميكا دوزت بها شهر كامل. انا اليوم شديت تليفوني وبدلت فيه كل شيء باش انني ما نرجعش للور، وحلفت ما ندخل حتى في شي علاقه، حيت دايره هدف انه من دابا لشهر 3 تاع العام الجاي ان شاء الله نرجع ديك 3 ديال المليون اللي خسرت. اليوم عندي 33 سنه، ولكن تعلمت اني في هاد السن ما نضيعش راسي، وماشي حيتاش وصلت لهاد السن نلوح راسي للعافيه. الحمد لله انا الامور مشات بهاد الطريقه وبانت الحقيقه من الاول. واحد السيده مزوجه في مصر كتقول لي ربي نجاك، حمد الله وشكريه، واش كاين شي حد كيسمح في داكشي اللي عايش فيه في المغرب ويمشي يسكن تما؟ ونفس الهضره قالها لي واحد الصديق واحد اخر. ببساطه كنت معميه وعاملين الحب وتنقول هذا هو المثالي، وكنت نقول صافي راني دخلت في الثلاثينات وما فكرش في خدمتي ولا في رزقي ولا حتى في طوموبيلتي، كنت نفكر غير انني نتزوج. اما الفكره اللي بغيت نوصل من حكايتي اليوم هي كالتالي. القصه ديالي ان شاء الله تكون حبل نجاة شي متتبعه. غادي نقول لك هو حنا البنات اميمه ما كنخدموش عقلنا، كنتبعوا العاطفه ديالنا، والملل كيلعب علينا والفراغ كيلعب علينا. شتي حاليا كنعاود ناكدها لك ان داك الشخص دخل لحياتي في واحد الوقت كان فيه قمه الملل، قمه الفراغ، الخدمه 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 الخدمه. وعاد زيد ديك البيريود اللي جلست في الدار طرافاي ا ديستانس، هذه عمتي، هذه خالتي، هذه نسيبتنا، هذه جارتنا اللي تلقاني، مابقاش غادي تجوج، تنفرحوا بك. وعاد زيد انني رجعت للمدينه اللي انا خلقت فيها واللي كبرت فيها، صحاباتي اللي تنتلاقاهم كاملين كلهم بوليداتهم. عرفتي كيجيك واحد الاحساس، علاش انا مازال ما تجوجتش، علاش انا مازال ما درتش وليدات، علاش انا صافي. يعني هو ملي قال لك ديك الفكره صافي، يعني ما بقى كيبان لي حتى شي حاجه، لي ديفو ما بقاوش كيبانوا، كتبان لك غير هذيك الكذبه اللي كاذب عليك وانتي مسبعه. صافي الحمد لله، ربي دار الخير وربي ما كيبغي غير الخير. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايتنا الليله. انا تعمدت بالعاني انني نخلي لكم الدوله، لانه كيجوني بزاف ديال الحكايات اللي كيتشكاو من هذه الاخيره. داكشي باش خليتها باش توليو تردوا البال اذا كان عندكم شي مشروع من هنا للمستقبل، الله اعلم. عندكم تهاجموني لتحت، لا انا ولا صاحبه الحكايه بلي انا ناقصنا من المصريين، بالعكس. واخا تقولوها صراحه هانية، حيت الشمس ما كتغطاش بالغربال. وعندي بزاف ديال الحكايه من هذا النوع نتاع الدول، وهذه جاتني اكثر وحده قريبه ومفصله باش انني نشاركها معكم. مع كامل احتراماتي لاي مغربيه مزوجه بشي مصري، ولكن الاغلبيه عايشين التعاسه والتمثيل معاهم. وانا ما كنعممش، الحمد لله انا ولبنى انسانه قويه وربي فيقها ودار لها التاويل ديال الخير، حيتاش كون كانت كملات معاه حتى وصلت لتما ويقلب عليها كل شيء كانت غادي تكون قصه واحده اخرى وغيكون الام واحد اخر. هذه كانت حكايتنا الليله. البنات المقبلات على الزواج ما تلوحوش ريوسكم العافيه، لا مغربي ولا مصري ولا من اي دوله. عرفي راسك مع من تشاركي حياتك ومع من غادي تبنيها، شوفي اللي غادي يهز بك القدام واللي غادي يطورك، اما اللي يحطمك ويخليك لتحت ما عندك ما ديري به. حاولوا تخدموا عقل ديالكم والعاطفه ديالكم خليوها لمن بعد، لانه اذا فكرتوا بالمنطق هو اللي غادي ينفعكم وغتعيشوا هاني البقيه ديال حياتكم. واللي دار هذا الشيء كامل وفي الاخير كان هذا هو القدر ديالو فلا هروب منه. رضينا بقضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء، ربي تيدير الخير في كل شيء، غير ما نحاولوش نتعاموا على شي امور اللي كتبان واضحه وضوح الشمس. هذه كانت حكايتنا الليله، شاركوا هذه القناه مع احبابكم وجيرانكم وصحابكم باش هما يستافدوا. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.